يعطيكم العافية يا سادس. اليوم بدنا ندخل بالدرس السابع اللي هو مكعب العدد والجذر التكعيبي. أول إشي يا مس، إحنا تعلمنا المقصود في مكعب العدد اللي هي العدد ضرب نفسه ثلاث مرات. مكعب العدد اللي هي العدد ضرب نفسه ضرب نفسه، يعني العدد بدي أضربه في نفسه ثلاث مرات، يعني القوة إيش راح تكون؟ راح تكون ثلاث. القوة راح تكون ثلاث، وإحنا اتفقنا لما يكون القوة ثلاث أو الأسكال ثلاث بنقدر نقرأها مكعب. يعني هاي بقرأها واحد تكعيب، اثنين تكعيب، ثلاثة تكعيب، أربعة تكعيب أو مكعب، خمسة تكعيب، ستة تكعيب، تمام؟ إيش المقصود بالواحد تكعيب؟ يعني الواحد بدي أضربها في نفسها ثلاث مرات، واحد ضرب واحد ضرب واحد يساوي واحد. اثنين تكعيب اللي هي اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين، الاثنين بدي أكررها ثلاث مرات، اثنين ضرب اثنين أربعة، أربعة ضرب اثنين ثمانية. ثلاث تكعيب اللي هي ثلاثة ضرب ثلاث ضرب ثلاث اللي هي ثلاثة ثلاث تسعة، ضرب ثلاث سبعة وعشرين. أربعة تكعيب اللي هي أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة اللي هي أربعة ضرب أربعة ستاش، ستاش بأربعة أربعة وستين. الخمسة تكعيب اللي هي خمسة ضرب خمسة ضرب خمسة اللي هي خمسة بخمسة خمسة وعشرين، خمسة وعشرين بخمسة مية وخمسة وعشرين. الستة تكعيب اللي هي ستة بستة بستة، ستة بستة ستة وثلاثين، ستة وثلاثين ضرب ستة بعطيني ميتين وستاش. شايفين هاي الأرقام؟ الواحد، الثمانية، السبعة وعشرين، الأربعة وستين، المية وخمسة وعشرين، المتين وستاش، عبارة عن مكعبات كاملة. هسا مس ممكن أنا أكعب السبعة، ممكن أكعب الثمانية، وممكن التسعة والعشرة إلى آخره قد ما بدك، بس أنا مس اليوم بدي إياك تحفظ من الواحد للمتين وستاش، تمام؟ اللي هي هاي بنسميها الواحد، الثمانية، السبعة وعشرين، الأربعة وستين، المية وخمسة وعشرين، المتين وستاش، اسمها هذول يا مس مكعبات كاملة. ليش مكعبات كاملة؟ لأنها إجت من عدد ضرب نفسه ضرب نفسه، تمام؟ بما أن يمس عندنا مكعب عدد أو مكعبات كاملة، إحنا يمس اتفقنا في الدرس الماضي أن المربع الكامل أنا بقدر أوجد له جذر تربيعي. المربع الكامل أنا بقدر أوجد له، حكينا المربع الكامل أنا بقدر يمس أوجد له جذر تربيعي، صح؟ أيضا يمس المكعب الكامل أنا بقدر أوجد له جذر تكعيبي. ليش المكعب الكامل جذر تكعيبي؟ لأنه يمس المكعب عبارة عن العدد ضرب نفسه ثلاث مرات، تمام؟ عشان هيك بوجد له جذر تكعيبي. المربع الكامل ليش بوجد له جذر تربيعي؟ لأن المربع الكامل عبارة عن العدد ضرب نفسه مرتين، تمام؟ المكعب الكامل يمس بقدر، أنا حكيت لك، أوجد له الجذر تكعيبي. هسا يمس إيش معنى جذر تكعيبي؟ يعني يمس بحط إشارة الجذر اللي إحنا تعودنا عليها تكعيبي. يعني يمس عندي الجذر هيك بدنا نحط ثلاثة، تمام؟ فبتصير اسمها الجذر التكعيبي للعدد اللي تحتيها. عشان يمس أوجد الجذر التكعيبي أول إشي بدي أعطيك ملاحظات. شوف يمس، لما يكون يمس معطيني جذر تكعيبي ومعطيني العدد تحتيه مثلاً خمسة قوة ثلاث، انتبه، جذر تكعيبي وعندي تحتيها العدد قوة ثلاث أو أس ثلاثة، في هون قاعدة بتحكي لي إنه أنا بقدر، مش هون ثلاثة وهون ثلاث، بقدر أحذف الثلاثة مع الثلاثة مع الجذر، شو بضل عندي الناتج؟ خمسة. شو الشرط يا مس؟ إنها تكون القوة اللي هون بتشبه القوة اللي عند الجذر، القوة اللي هون بتشبه القوة اللي عند الجذر. كمان لو كانت هون عندي ستة وهذا يمس جذر تربيعي، مش احنا يمس اتفقنا انه الجذر التربيعي يعني هاي اثنين، هاي يمس تطلع هون اثنين وهون اثنين بروحوا مع بعض وبروح معهم الجذر، بصير الجواب ستة. يعني يمس انا دائما اذا كانت عندي القوة اللي تحت الجذر بتشبه القوة اللي على الجذر، انا بقدر احذف الجذر مع القوة مع كل اشي ويظلوا عندي العدد. نشوف كمان مثال، لو كانت عندي تسعة، إذا بتلاحظ هون عندي ثلاث وهون عندي ثلاثة، هذول بروحوا مع بعض، ثلاثة مع الثلاثة مع الجذر، إيش بضل عندي الجواب؟ فقط التسعة. لو كان عندي هون يمس، إذا أنت بتلاحظ هذا جذر تربيعي، يعني هون إيش عندي؟ اثنين، هاي الاثنين بتروح مع الاثنين بتروح مع الجذر، هايهم بروحوا مع بعض، شو بضل عندي الناتج؟ سبعة. هاي يمس ملاحظة مهمة. ثالث ملاحظة، لو كان يمس معطيني جذر تربيعي تحتيها ألف ضرب ألف، إحنا يمس طلع ألف
ضرب ألف، يعني هو كاتب لي إياها محللة وخالصة تحت الجذر، مش كاتب لي عدد ضرب، كاتب لي حواصل ضرب. تمام. هسا مس إحنا مش حكينا الجذر التربيعي كل اثنين بيشبهوا بعض باخذ منهم واحد، فهذول مس ما بضطر أحللهم. ليش؟ لأنهم محللين هيها بيناتهم عملية ضرب. معناته يمس الناتج بما إنه جذر تربيعي كل اثنين بيشبهوا بعض راح آخذ منهم واحد. تمام. طيب رقم أربعة، لو كان معطيني جذر تكعيبي ومثلا تحتيها خمسة ضرب خمسة ضرب خمسة، هون يمس هيها محلل لي إياها وجاهز، صح؟ معناته يمس هون ما بضطر أروح أحللها باستخدام القسمة المتكررة. إذا بتلاحظ يمس هون جذر تكعيبي، معناته كل ثلاثة بيشبهوا بعض راح آخذ منهم واحدة. تمام، لأنه جذر تكعيبي، صح؟ معناته يمس هون خمسة وخمسة وخمسة كل ثلاثة يشبه بعض راح آخذ منهم واحدة، فحيصير الناتج خمسة. تمام. هذول يمس القواعد كثير مهمة. هسه لما نأخذ الجذر التكعيبي بالتفصيل راح تعرف شو المعنى. الجذر التربيعي كل ثنتين بيشبهوا بعض بأخذ منهم واحدة، الجذر التكعيبي كل ثلاثة بيشبهوا بعض راح آخذ منهم واحدة. طيب، معناته هذول القواعد كثير مهمة. هسه يمس بدي أعلمك كيف توجد الجذر التكعيبي. أول إشي يمس عشان توجد جذر تكعيبي لازم إذا كان مش معطيني إياه محلل أنا لازم أحلله. كيف بدي أحلله؟ باستخدام القسمة المتكررة أو شجرة العوامل زي ما أنت حاب. خلينا نشوف مثال. بحكي لي جد قيمة كل مما يأتي باستخدام التحليل العوامل الأولية، اللي هي عندي أول واحدة اللي هي بده الجذر التكعيبي للخمسمية واثناش. أول إشي يا مس، إحنا اتفقنا عشان أوجد أي جذر لازم أحلل اللي تحتيه إلا إذا هو مش محلل. تمام. هون يا مس مش محلل، باجي بستخدم القسمة المتكررة في تحليله. إذا بتلاحظ هون بقبل قسمة على 2، 5 تقسيم 2 2، 2 ضرب 2 4 كم بضل من الخمسة؟ واحدة. 11 تقسيم 2 اللي هي 5، 5 ضرب 2 10 بضل 1، بنحطها عند 2 بصير 12، 12 تقسيم 2 6. أيضا تقبل قسمة على 2، 2 تقسيم 2 1، 5 تقسيم 2 2 بضل 1، 16 تقسيم 2 8. تقبل قسمة على 2، 1 ما بقدر أقسمها على 2 باخذ 12 كاملة، 12 تقسيم 2 6، 8 تقسيم 2 4. أيضا تقبل قسمة على 2، 6 تقسيم 2 3، 4 تقسيم 2 2. أيضا تقبل قسمة على 2، 32 تقسيم 2 اللي هي بدي أخذ الثلاثة، 3 تقسيم 2 اللي هي 1، 1 ضرب 2 2 بضل عندي من 3 1 بحطها عند 2 بتصير 12، 12 تقسيم 2 6. أيضا تقبل قسمة على 2، 16 تقسيم 2 8، تقسيم 2 4، تقسيم 2 2، تقسيم 2 واحد. طيب مس احنا اتفقنا هذا جذر تكعيبي. الجذر التكعيبي كل ثلاث متشابهات ناخذ منهم واحده عند ايجاد الجذر التكعيبي. ليه كل ثلاثه؟ بالتربيعي اتذكر كنا عشان تربيعي كنا ناخذ كل ثنتين بيشبهوا بعض. الجذر التكعيبي لانه ثلاثه كل ثلاثه بيشبهوا بعض، يعني هذا يمس الرقم اللي هون بغششني قديش اخذ من كل ثلاثه. هون من كل ثلاثه بدي اخذ واحده، ثلاثه متشابهات، هذول عندي ثلاثه متشابهات باخذ منهم واحده، عندي ثلاثه متشابهات باخذ منهم واحده، عندي ثلاثة متشابهات باخذ منهم واحدة، واتفقنا ان نحط بيناتهم عملية ضرب. فبتصير عندي الناتج 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8. تمام. اذا يمس الجذر التكعيبي لل 512 اللي هي 8. تمام. هسه يمس بدي اياك تتذكر انا لما ابلش اخذ من كل ثلاثة بيشبهوا بعض واحدة، لما أبلش أخذ من كل ثلاثة بيشبهوا بعض واحدة أنا بلغي الجذر، بشيل الجذر خلص. هون إذا بتلاحظ من كل ثلاثة بيشبهوا بعض أنا أخذت واحدة، معناته خلص أنا قاعد بوجد قيمة الجذر فما بحط الجذر. تمام. هسه مس خلينا نشوف رقم اثنين. رقم اثنين بحكي لي الجذر التكعيبي ومعطيني إياها محللة وخالصة تحت. إحنا اتفقنا لما يعطيني إياها محللة وخالصة ما بضطر أحللها. تمام. هسه يا مس إذا بتلاحظ عندي جذر تكعيبي، يعني كل ثلاثة بيشبهوا بعض باخذ منهم واحدة، هون ما بضطر أحلل لأنه هي محلل لي إياها. تمام، محلل لي إياها. باجي بتطلع هذول الثلاثة بيشبهوا بعض باخذ منهم واحدة، أنا حكيت لك من لما بلش أختار متشابهات آخذ منهم واحدة بلغي الجذر، خلص بكون خلص أنا بطل عندي جذر. هون يا مس كم؟ ثلاثة.
ثلاث تسعات متشابهات أخذت منهم واحدة، وثلاث ثلاثات متشابهات أخذت منهم واحدة. ليش كل ثلاث أخذت منهم واحدة؟ كل ثلاث متشابهات لأنه عندي جذر تكعيبي. هون يمس أنا حكيت لك بنحط بيناتهم ضرب زي هون، اللي هي تساوي 9 ضرب 3 اللي هي مس عبارة عن 27. إذن جذر هذا المقدار أو هذا اللي ما تحت الجذر اللي هي جذره التكعيبي يساوي 27. تمام؟ طيب خلينا نشوف يا مس سؤال واحد. سؤال واحد اطلع عليه وانتبه معي كثير منيح، معطيني جد قيمة كل مما يلي. انتبه معي هون بدي أشوفك أنت عارف هون يمس هو بده جذر تكعيبي وهيو معطيني اياهم على شكل حواصل ضرب. طلع معي هون ثلاثة وثلاث ثلاث بقدر اخذ منهم واحدة اللي هي ايش؟ الثلاثة. تمام؟ لانه جذر تكعيبي كل ثلاثة بيشبهوا بعض بدي اخذ منهم واحدة. بس اذا بتلاحظ يمس هاي المتين وستعش ما في اشي ما حيشبهها صح؟ هون يمس انت بتعرف انها المتين وستعش انا بقدر احللها لسه، هاي مش محللة لصورة نهائية، انا بقدر احللها للعوامل صح؟ هسا خلينا نحلل المتين وستعش. بقسمها ال 216 تقبل قسمة على 2، 2 تقسيم 2 1، 1 تقسيم 2 0، بتصير عندي 16 تقسيم 2 8 على 2، 10 تقسيم 2 5، 8 تقسيم 2 4 على 2 اللي هي 2، بتصير عندي هون 1، 14 تقسيم 2 7. طيب ال 27 بتقبل على 3، 27 على 3 9، على 3 3 على 3 1. إذا بتلاحظ هاي ال 216، ال 216 لحالها ضرب هيها الثلاثة أخذتها من هون، ضل عندي المتين وستعش صح؟ باجي أمس من كل ثلاثة بالمتين وستعش بيشبهوا بعض باخذ منهم واحدة لأنه جذر تكعيبي ضرب. معناته هون نزلت الثلاثة تبعت الثلاثات هذول، وهون المتين وستعش هي تحليلها اللي هي اثنين ضرب ثلاثة. من وين جبت الاثنين والثلاثة؟ لما حللت المتين وستعش. هون ليش ما حللتهم؟ لأنهم حللين وخلصين، الثلاثة ما بقدر أحللها أكثر من هيك جاهزة. تمام؟ وأصلا إذا أنت لاحظت أنه أنا أخذت من الثلاثات هذول ثلاثة واحدة، ال 216 ما معها كمان ثنتين أخذ منهم واحدة. تمام؟ فهي ال 216 حللتها. تمام؟ هيك مس إذا بتلاحظ صار عندي ثلاثة ضرب اثنين اللي هي مس ستة صح؟ ستة ضرب ثلاثة اللي هي 18. وهيك مس بكون جذر التكعيبي لهذا المقدار اللي هو 18. تمام؟ خلينا نشوف الجذر التكعيبي لل 729. أول إشي إذا بتلاحظ هون مش معطيني على شكل حواصل ضرب إني خلص أختار منهم، هون مس بدي أضطر أحللها، حللها باستخدام القسمة المتكررة. وجذر تكعيبي يعني كل ثلاثة بيشبهوا بعض بدي آخذ منهم واحد. انتبه معي هون أول إشي ما بقبل قسمة على 2، خلينا نشوف الثلاث اجمعهم 9 زائد 7 اللي هي 16 زائد 2 18 من مضاعفات الثلاث بقسمها على 3، 7 تقسيم 3 اللي هي 2، 2 ضرب 3 6 كم بضل عندي من السبعة؟ 1، بنحطها عند 2 بتصير 12، 12 تقسيم 3 اللي هي 4، 4 ضرب 3 12، 9 تقسيم 3 اللي هي 3. خلينا نشوف تقبل قسمة على 3 اللي هي 3 زائد 4 اللي هي 7، 7 زائد 2 9 تقبل قسمة على 3. هون مثل 2 ما بقدر أقسمها على 3، بأخذ ال 24 كاملة، 24 تقسيم 3 اللي هي مس 8، 3 تقسيم 3 1، ال 81 1 زائد 8 9 بتقبل قسمة على 3، 8 تقسيم 3 اللي هي 2 بضل عندي 2 7 تقسيم 3، 27 تقسيم 3 اللي هي 9 تقسيم 3 3 تقسيم 3 1. هون يمس إذا بتلاحظ عندي الجذر التكعيبي كل ثلاثة بيشبهوا بعض راح آخذ منهم واحدة، هون 3 وهون 3. تمام؟ بتصير عندي 3 ضرب 3 اللي هي تساوي 9. إذا الجذر التكعيبي لل 729 اللي هي 9. تمام؟ خلينا نشوف يمس الأخيرة، قبل شوي أخذنا عليها ملاحظة. إحنا حكينا إذا عندي الرقم اللي على الجذر تساوى الرقم اللي تحت الجذر اللي هي القوة اللي تحت الجذر، يعني بقدر أحكي إنها القوة تبعت الجذر بتشبه القوة
اللي تحت الجذر، هاي هاي قوة وهاي قوة، تمام؟ خلينا نسمي هاي قوة اللي احنا حكينا اول بدرس الجذر التربيعي، حكينا عنها اسمها الدليل. اذا تساوى الدليل مع القوة اللي تحت الجذر بقدر احذفهم مع بعض. وقبل شوي حكيت لك القاعدة اللي هي ثلاث، وهون ثلاث حذفتهم مع بعض، معناته يا مس هون بروح التكعيب، الجذر التكعيبي مع القوة الثلاث، ايش بضل عندي لما راحوا كلهم؟ ضل عندي فقط الاربعة. هيك بكون أوجدتها مباشرة، تمام؟ طيب هون يا مس انتبه معي على السؤال الثاني، معطيني أعداد وموجد مكعباتهم، انتبه معي. هسا يا مس اكمل جدول الآتي، العدد ومعطيني مكعب العدد. إيش العدد اللي مكعبه يساوي واحد؟ إيش هو العدد اللي مكعبه يساوي واحد؟ اللي هي واحد. الواحد لما أكعبها بعطيني واحد. طيب إيش العدد اللي بس أكعبه؟ العدد اللي بس أكعبه بيعطيني ثمانية، اللي هي الاثنين. طيب إيش العدد اللي بس أكعبه بيعطيني سبعة وعشرين؟ اللي هي ثلاثة، بس أكعبها بيعطيني ثلاثة وعشرين، إيه سبعة وعشرين عفوا. طيب إيش العدد اللي بس أكعبه بيعطيني أربعة وستين؟ اللي هي الأربعة بس أكعبها. يعني هون العدد وهون الناتج بعد ما كعبه، تمام؟ هون يا مس إيش بعد الأربعة؟ عندي خمسة. الخمسة لما أجي أكعبها يعني أضربها بنفسها ثلاث مرات، المقصود في مكعب العدد إنه أضربه في نفسه ثلاث مرات، كم بيعطيني الناتج؟ مية وخمسة وعشرين. هسا يا مس الميتين وستاش إيش العدد اللي بس ضربته في نفسه ثلاث مرات أعطاني ميتين وستاش؟ اللي هي ستة. طيب خلينا نشوف السبعة والثمانية والتسعة. السبعة بدي أكعبها يعني بدي أضربها بنفسها ثلاث مرات، خلينا نشوف اللي هي يا مس سبعة بده ياني أكعبها، يعني بدي أضرب سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة، اللي هي مس تساوي سبعة ضرب سبعة تسعة وأربعين، هذول ضربتهم بعض ضرب سبعة. أضربهم يا مس، تسعة ضرب سبعة اللي هي مس ثلاثة وستين، سبعة ضرب أربعة اللي هي مس ثمانية وعشرين زائد ستة اللي هي أربعة وثلاثين، فبطلع معي الناتج هون ثلاثمية وثلاثة وأربعين. هي مس الواحد الثمانية سبعة وعشرين أربعة وستين مية وخمسة وعشرين ميتين وستاش ثلاثمية وثلاثمية وثلاثة وأربعين، هذول اسم مكعبات كاملة. خلينا نشوف الثمانية بس نضربها بنفسها ثلاث مرات، اللي هي ثمانية ضرب ثمانية اللي هي أربعة وستين ضرب ثمانية. هسا مس بضربها، ثمانية ضرب أربعة اللي هي اثنين وثلاثين، ثمانية ضرب ستة اللي هي مس ثمانية وأربعين زائد ثلاثة اللي هي مس واحد وخمسين، فالثمانية بس أكعبها بعطيني. خليني أشوف التسعة، التسعة لما أكعبها يعني أضربها بنفسها ثلاث مرات، تسعة ضرب تسعة واحد وثمانين ضرب تسعة اللي هي مس تسعة ضرب واحد تسعة، وتسعة ضرب ثمانية اللي هي اثنين وسبعين، إذن سبعمية وتسعة وعشرين. طيب انتبه معي، هون طلع عندي الناتج ألف. إيش العدد اللي بس أضربه بنفسه ثلاث مرات بيعطيني ألف؟ اللي هي من عدد الأصفار، بعرف إني معناته هون المقصود فيها العشرة. مش إحنا حكينا العشرة لما أجي أكعبها بنيجي بنكتب الواحد، ذاكرين أخذناه يمس في درس الأسس، حكيت لك لما يكون عندي الأساس عشرة وأجي أكعبه أو أربعه إيش مكان، باجي بكتب الواحد وبحط أصفار بمقدار القوة، القوة ثلاثة معناته هون عندي ثلاث أصفار، معناته العشرة بس أضربها بنفسها ثلاث مرات حيعطيني الجواب ألف. شايفين هذول يا مس الواحد والثمانية والسبعة وعشرين والأربعة وستين مية وخمسة وعشرين ميتين وستاش ثلاثمية وثلاثة وأربعين خمسمية واثناش سبعمية وتسعة وعشرين والألف، هذول يا مس اسمهم حكينا مكعبات كاملة. من وين اجت هاي المكعبات الكاملة؟ لما كعبت هذول الأعداد، تمام؟ إيش يعني كعبته؟ يعني ضربته في نفسه ثلاث مرات. خلينا نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث بحكي لك اكتشف الخطأ. دائما يمس عشان اكتشف خطأ اي مسألة لازم انا احلها. هون يمس معطيني الجذر التكعيبي للثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة. احنا اتفقنا يمس لما بدي اخذ الجذر التكعيبي لا اعداد هيها مضروبة ببعض، باجي يمس كل ثلاثة بيشبهوا بعض باخذ منهم واحدة، تمام؟ هذول عندي الثلاثة بيشبهوا بعض راح اخذ منهم واحدة. اذا الجذر التكعيبي للثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة، هاي خطأ. إذا الجواب الصحيح يساوي ثلاثة. طيب خلينا نشوف المية وثمانية وعشرين. الجذر التكعيبي عفوا للمية وثمانية وعشرين. حكينا الجذر التكعيبي للمية وثمانية وعشرين أول إشي بدنا نحللها.
هسه يا ميس 128 تقبل قسمة على 2، 12 الواحد ما بقدر أقسمها على 2 باخذ 12 كاملة، 12 تقسيم 2 6، 8 تقسيم 2 4 أيضا على 2، 6 تقسيم 2 3، 4 تقسيم 2 2 أيضا على 2، 3 تقسيم 2 1، بضل عندي 1 بحطها عند 2 بتصير 12، 12 تقسيم 2 6 أيضا على 2، 16 تقسيم 2 8 على 2، 8 تقسيم 2 4 على 2، 2 على 2 1. خلصت لما وقفت عند الواحد، بده جذر تكعيبي، جذر تكعيبي يعني كل ثلاثة بيشبهوا بعض تاخذ منهم واحدة. إذا يا مس بتلاحظ هون يا مس عندي ثلاثة بيشبهوا بعض أخذت منهم واحدة، ثلاثة بيشبهوا بعض أخذت منهم واحدة، هون يا مس ما في إشي. بدي كمان ثنتين عشان آخذ منهم واحدة، تمام؟ إذا يا مس إذا بتلاحظ هون هاي 128 ليست مكعب كامل، احنا حكينا تحت الجذر التكعيبي لازم يكون عندي مكعب كامل، هاي ليست مكعب كامل، معناته يا مس الجذر التكعيبي إلها ليس 4، هون يا مس ما بقدر أحسبه، تمام؟ لأنه هون ما أعطاني التقريب، صح؟ معناته يا مس هو هون شو عمل؟ أخذهم هذول الثنتين وهاي حكم صح ما إلها حدا أخذه معه. شوفوا شو عمل، اخذ هذول ثنتين وهاي ملهاش حدا كمان ما الها ثنتين اخذهم معهم عادي، اخذهم وهو ما عرف انه هاي ثنتين نسي ياخذ منها وحده اذا كانوا ثلاثه، معناته يا مس هون حله خاطئ لانه يا مس 128 ليست مكعب كامل، فانا الجذر التكعيبي ما بقدر اوجد لها اياه. وتطلع اصلا هون انا اعطيتك المكعبات الكامله، شوف عندي 128 مش موجوده، انا عندي 125، معناته يا مس هو حله خاطئ، تمام؟ وهينا لما جربنا ما ضبط معنا. وهيك يا مس بنكون تعلمنا كيف نوجد الجذر التكعيبي وكيف نعرف المكعب الكامل، شو مقصود المكعب الكامل اللي هو العدد ضرب نفسه 3 مرات، حفظنا المكعبات الكامله، عرفنا كيف نوجد المكعب الكامل، عفوا الجذر التكعيبي اذا كان ناقصين اياه محلله خالص تحت الجذر، واذا ناقصين اياه اللي تحت الجذر على شكل قوه، هي اللي تحت الجذر على شكل قوه، اذا يا مس كان ناقصين اياه عادي عدد عادي اللي هي مكعب كامل، اللي باستخدام التحليل للعوامل. وتذكر بالجذر التكعيبي كل ثلاثة بيشبهوا بعض تاخذ منهم واحدة لأنه يا مس جذر تكعيبي. هيك يا مس بنكون خلصنا درس المكعب الكامل والجذر التكعيبي.